السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله بخير، لله الحمد، الحمد لله. الحمد لله. كنت عايز اسال حضرتك، لما بدخل الحمامات العامه وكده، وطبعا بلاقي ناس يعني بتتبول ومش بتستنجى، وبعدها الاقيهم بيتوضوا ويصلوا عادي، حكم صلاتهم؟ يعني يصلون بالنجاسات؟ ايوه، من غير ما يستنجوا من البول. ولا يمسحوا ولا اي حاجه كده؟ لا لا، يعني عشان الله. هناك من اهل العلم من يبطل صلاتهم للنجاسه اللاحقه بهم وعدم ازالتها. شكرا. الله يسلمك.